السلام عليكم، كيفكم؟ شو اخباركم؟ معكم قناة كروشيه فن كروشيه ارت، اعمل تعلم بشغف، ومعنا حلقة جديدة لمنتجات لا حدود لها. اول شيء منتجنا اليوم هو الكرزة، مثل ما شفتوا بالصورة المصغرة. هلا رح اعطيكم الافكار مشان نعرف نحن الحجم اللي رح نمشي عليه، بعدين منا حنمشي خطوة بخطوة. اول شيء فينا نعمل منا مشابك شعر، ممكن بشكل فردي على مطاطة او ستيك، او ممكن نعملها على كذا كرزة بشكل طولي على طول الشعر، كمان بتطلع بتجنن مثل ما كنتم شايفين قدامكم. وممكن كمان نعملها حمالة مفاتيح، او لما رأيت السيارة تزيين السيارة، او ممكن نعملها لتزيين الشنطة او لسماعات الهاتف، وممكن كمان نضيف عليها تفاصيل ونحطها على الثلاجة. لكم حرية الاختيار. هلا بعد ما اخترنا المنتج او نحن ليش بدنا نعمل الكرزة، حنشوف شلون او اي حجم نحن حنشتغل عليه. انا بالنسبة لي مشتغلة هون مثل ما يكون شايفين بعرض 2.5 سنتي وطول 2.5 سنتي، لاني مشتغلتها بشكل مربع. وانا مشتغلة 3 ادوار 3 ادوار، وهلا بتشوفوا شو يعني 3 ادوار. كبداية هخليها هون، انا مستخدمة خيط سبرينج، وهي عندكم تفاصيل الخيط، وممكن تستخدموا اي نوع خيط ان كان قطن وان كان اي شيء، لان هي بالنهايه قطعه تزيينيه مو اكثر. مثل ما قلنا انا كنت عم بشتغل على مبدا الثلاث ادوار ثلاث ادوار، يعني انا مساويتها بشكل مربع مثل ما قلت لكم، مقاساتها 2.5 ب2.5. هلا كبدايه رح اعمل دائره سحريه، ونحن تعودنا عليها اني حاعمل اشاره اكس حول الاصبع بهذا الشكل، والخيط الطويل رح دخله لجوات الحلقة، وبحافظ على الخيط القصير لأنه هو المسؤول عن الدائرة. رح أطلع ارتفاعي واحد، وسنارتي هي صفرين. أنا على طول بستخدم السنارة صفرين بألعاب المجرمي والأشياء الصغيرة، لازم يكون راس السنارة صغير. هلا داخل هي الدائرة السحرية رح أعمل 6 غرز حشو، 1 2 3 4 5 6. بعد ما نمتمت يكون هو الخيط القصير المسؤول عنه، يعني رح شد الخيط القصير لحد ما تسكر الدائرة تماما، وبعمل منزلقة بالارتفاع اللي أنا طلعته. وهيك بالنسبة إلي الدائرة الأولى أو الدور الأول. الدور الثاني بالدائرة العادية، نحن بس بدنا نكبر الدائرة. شو بنطلع بالدور الثاني؟ غرزتين غرزتين. شو يعني غرزتين غرزتين؟ يعني بكل غرزة من هدول الغرز الستة راح أعمل تنتين تنتين، يعني مجموع الغرز بالدور كله 12 غرزة. 6 ضرب 2 12 غرزة. أول غرزة بعمل فيها واحدة لأنه الارتفاع هي 2، هيك صاروا عندي تنتين. برجع بمشي تنتين تنتين داخل كل غرزة، شايفين بكل غرزة غرزتين، غرزي كلها عم تكون غرز حشو. هلا الدور الثالث والاخير بالزياده حيكون عباره عن غرزه غرزتين من دون ارتفاع. دغري رح امشي مشان ما يكون في عندي هون فراغ الارتفاع، بشكل دائري رح امشي. سلسال بمشي فيه غرزه واحده، سلسال بمشي فيه تنتين، مشان اعرف بدايه الدور باخذ اي علامه عندي، شكاله او علامه كروشيه او اي شيء انت موجود عندك، ومنحطه على بدايه السطر. تمام بهذا الشكل. هلا مثل ما قلنا بنرجع نكرر، غرزة فيها واحدة، غرزة فيها تنتين، غرزة واحدة، غرزة تنتين. هلا مثل ما قلت لكم انا مقاسها عندي 2.5 ب2.5، 2.5 ارتفاع و2.5 عرض. اذا بدي اكبرها اكثر من هيك مثلا للشنطة، او مثلا للسماعات، او لمراية السيارة، انتوا اللي بدك اياه، او للشكلات فيكي كمان، لانه شفتوا الشكلة الطويلة هي عبارة عن واحدة كبيرة والباقي على طول الشعر صغار. شو بساوي؟ بصير بساوي 4 ادوار 4 ادوار، مثل ما قلت لكم هذا الدور الاخير هو الدور الثالث.
بصير بعمل أربعة أدوار أربعة أدوار أو خمسة أدوار خمسة أدوار، لأنه مثل ما قلت لكم أنا عم بشتغل بشكل مربع. هلأ بالدور الثاني بالزيادات شو رح يكون؟ رح تكون بزود عدد المفارد، بصير غرزة فيها واحدة، غرزة ثانية فيها واحدة، غرزة ثالثة فيها تنتين الزيادة، واحد واحد اثنين. الدور اللي بعده ثلاثة مفارد بعدين زيادة، وهكذا مثل ما قلنا ونحن متعودين على الدائرة، بس عم برجع أذكر فيها إنما الذكرى تنفع والنعمة. فهي بنزود عدد المفارد لحد ما نوصل للحجم المطلوب. برجع بكرر، أنا قلت عم بشتغل بشكل مربع، معناته أنا شو رح ساوي هلأ؟ رح أمشي ثلاثة أدوار بشكل سبات. عملت ثلاثة أدوار زيادة، هلأ رح أعمل ثلاثة أدوار سبات. رح أقيم العلامة بشتغل على الغرزة، برجع برجعها داخل كل غرزة غرزة. كم دور؟ ثلاثة أدوار. هاي واحد أول دور، ما عندي زيادات بنوب. وصلنا للعلامة، صرنا بالدور الثاني بشكل سبات. وهلا صرنا بالدور الاخير بالزياد، عفوا بالسبط، الدور الثالث. هلا خلصنا ثلاثة أدوار سبات مثل ما يكون شايفين قدامكم بهذا الشكل. هلا شو بدنا نعمل؟ ثلاثة أدوار نقصان. شلون حيكون؟ الدور الأول حيكون مثل آخر دور أنا عملته، إذا كنتوا عاملين بشكل أكبر أو بشكل أصغر. آخر دور زيادة بيكون معي هو اللي ببلش فيه بالنقصان. أنا آخر دور زيادة كان معي كان واحد اثنين، هلا حأعمل نفس الشيء لكن بدال تنتين زيادة تنتين نقصان، اني بفوت باخذ خيط بتركه برجع فوت بالغرزة الثانية باخذ خيط وبطلع منهم هن الكل، هذا اسمه نقصان. بعدين بمشي بغرزة عادية لأنه انا كنت عم بمشي واحد واحد اثنين، هلا صارت واحد اثنين نقصان، اني بفوت باخذ خيط بتركه برجع فوت باخذ خيط مرة ثانية وبطلع منهم هن التنتين. بكرر العملية لخلص الدور، واحد اثنين بس نقصان، واحد اثنين بس نقصان. برجع بكرر، اذا كنت عم تشتغلي انت بشكل اكبر او بحجم اكبر لازم تمشي على اخر دور زيادة كيف كان معك تمشي عليه بالتدريج، بتصيري بتنقصي عدد المفارد كل دور لحد ما تنقص معك الدائرة مثل ما ارتفعنا بالتدريج كمان بننقص بالتدريج. هلا انا بالنسبه الي الدور اللي بعده حيكون 2 2 تنقيص لانه كان عندي 2 2 زياده، راح سكرها وامشي فيهم تنتين تنتين تنقيص. بس انتبهوا منيح انا عم بمشي غرزه غرزه مثل ما تكون شايفين، غرزه غرزه ما عم سكرهم مع بعض الطرفين. هاي اخر غرزتين تنقيس معي. هلا
هلا بالنسبة للحشو بدك قطن، بدك تكرون حبيبات، بدك تكرون الفايبر، هذا الشيء بيرجع لك. رح أعطي استطالة شوي للخيط وبقص الباقي. هلا أول شيء بعمله إني بربط الخيط منشان ما يضيع مني أو تفلت الغرز. هيك ثبتته، هلا شوفوا شلون حنسكره وبشيل العلامة ما عاد إلى داعي. كمية الحشوة بترجع لكم انتو قديش بتحبوا تحشوها، تحبوا تحشوها كتير، تحبوا تحشوها شوي، الكمية بترجع لذوقكم. هلأ حضم الخيط بالإبرة الكروشيه وحسكر الدائرة اللي معي هون بطريقة السراجة، يعني بفوت وبطلع من الغرز، كل غرزة بغرزتها طبعا أكيد مشان لما زمها ما يكون في عندي غرز مبهبطة، وبشدة بهذا الشكل. وبثبت الخيط وبربطه كتير منيح وبضيعه لجوات القطعة. هقطع الزيادة أكيد. هيك صارت معي الكرزة. هلأ شو رح نعمل؟ رح نعمل الورقة يلي معنا من نفس نوعية الخيط مشان ما نحس بأي اختلاف. رح فوت بأي غرزة معي تكون من الوسط، يعني غرزة من جنب وغرزة من الوسط مشان ثبت اللون الأخضر. هطول الخيط شوي مشان استحكم بإني ضيعه وثبته. هطلع من الخيطين هذا الشكل، الخيط القصير بشده كتير منيح لأنه هو اللي رح يربط لي الخيط، وفوت من أي مكان وبضيع الخيط لجوات القطعة. هذا الشكل، هيك أنا بكون ثبتت اللون الأخضر على الكرزة يلي معي. هلا رح أعمل سلاسل بالطول اللي أنا بدي أوقف عنده بالنسبة للورقة. عملنا ست غرز بهذا الشكل. بعد منا حنبلش بالورقة. الورقة يلي معي بالنسبة إلي رح أشتغل على خمسة سلاسل، خمسة سلاسل عدا هدول الستة اللي أنا عملتهم. رح أعمل واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة. تمام؟ هلأ بالغرزة الأولى يلي معي حأطلع ارتفاعي اللي هو سلسال، لأنه حمشي كمان غرزة حشو بالنسبة كالبداية، وبنفس الغرزة أو بنفس السلسال الأول رح أعمل غرزة حشو. السلسال اللي بعده حنعمل غرزة نصف عامود، حأخذ خيط وأطلع فوت وبطلع منهم هن الثلاثة. بعد منها حأعمل تنتين عامود بلفة، هاي واحد هاي اثنين. بعد منها رح أرجع أنزل بالتدريج بهي بغرزة نصف عامود، هذا الشكل. بعد منا غرزة حشو. وبنتقل للجنب الثاني بنفس المكان اللي أنا فتت فيه غرزة حشو، برجع بعمل غرزة حشو ثانية. وتحت كل غرزة من هدول بعمل مثل منا بالضبط، يعني تحت النصف عمود بعمل نصف عمود، تحت العمود بعمل عمود،
في نفس السلاسل أنا عم برجع برجوع تحت النصف عمود نصف عمود تحت المكنوزة مكنوزة. بس قبل ما أسكر الدور بعمل غرزة البيكو. بدك ثلاث سلاسل بدك سلسالين، هذا الشي بيرجع إليك من سبتو بأول سلسال معنا ونحن أخذينه قبل هلأ، بعد منا بثبتها بالقطعة. هيك أنا بكون عملت الكرزة والقطعة. رح أقطع الخيط ونساوي الورقة الثانية. ما في أرق من هيك. هلا من نفس السلسال يا اما بنفس الطريقة بعملها لكم طريقتين، يعني بدك دغري بتعملي الورقة الثانية بعدين بتثبتيها، بدك نعمل نفس الشيء. راح نكرر العملية. هلا حنثبتهم مع بعض بالغرزة المقابلة من هون والغرزة الثانية، وحنعمل عدد سلاسل بالعرض او بالطول عفوا اللي بدك اياه حسب المونتاج اللي انت شغالة عليه. وهي منتج اليوم، إن شاء الله يكون عجبكم. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وقولوا لي رأيكم بالتعليقات، والسلام عليكم.